كان يروي حكاية وكل مدينة عندها حاجة تميزها، تاريخها، أثرها ومعالمها. كل هذا تلقاوه في حصة حكاية مكان. حكاية مكان من إعداد وتقديم مايا جبار. مرحبا بكم معنا على امواج اذاعتكم اذاعه البهجه 91.5 94.2 اف ام ستيريو، ونرحب بكم معنا في هذا العدد الجديد من حصه حكايه مكان. مرة نتجولوا في مدينتنا مدينة الجزائر ونكتشفوا الأماكن اللي عندها تاريخ عريق وعميق. كل مكان في مدينتنا يروينا تاريخ، يروينا أسطورة. كل حضارة مرت على مدينتنا خلات بصمة في كل مكان، وهذا اللي خلى كل مكان يتميز على مكان آخر. والمكان اللي اخترناه اليوم مستمعنا الكرام يتموقع بغرب الجزائر العاصمة، في إقليم يعرف بأوطان بن خليل. وباش نتعرفوا على تاريخ تاع هذا المكان يحضر معايا الأستاذ أحمد كريم لاباش. عسلامتك أستاذ. عسلامة، شكرا على الدعوة. نواصلوا دائما حصتنا تاع حكاية مكان، ونتمنى أن المستمع يعني تنال إعجابه. شكرا لك أستاذ أحمد كريم لاباش، راك تفيدنا في كل مرة بهاد المعلومات، وراك تفيد كل مستمعنا الكرام. أستاذ أحمد كريم لاباش، قلنا المكان اللي خيرناه اليوم هو يتموقع بغرب الجزائر العاصمة في إقليم يعرف بأوطان بن خليل. أستاذ أحمد كريم لاباش، نتكلم على هاد المكان في المرحلة العثمانية. نعم، فيما يخص وأيضا نقولوا هذا المكان وشنو هو. نعم، مدينة زيرالدا، مدينة تقع على الشريط الساحلي يعني غرب الجزائر العاصمة كما تفضلتي وقلتي. فيما يخص هذا المدينة، يعني لو تحدثنا عنها في المرحلة العثمانية، نقول أن المدينة هذه هي مدينة كانت على كل كانت تعرف أثناء المرحلة العثمانية تحت اسم حوش محمد خوجة، اللي كان هو سكرتير الداي آنذاك. هذا الحوش كانت عنده شهرة كبيرة، اشتهر أثناء المرحلة العثمانية، وكان هذا الحوش بيع إلى واحد القنصل، قنصل إنجليزي الأصل اللي هو سانت جون. هذا نذكره الأخوة المستمعين أنه هو الذي شارك في المحادثات أو المفاوضات اللي صارت سنة 1830 بين الحكومة الجزائرية آنذاك، يعني السلطات الجزائرية، وكذلك قائد القوات الجيوش الملكية الفرنسية أثناء اجتياح الجزائر من قبل القوات الفرنسية في شهر جوان 1830. إذن سانت جون شرى هذا الحوش تاع محمد خوجة اللي كان سكرتير تاع الداي آنذاك، شرى هذا الحوش سنة 1827، وبقى هذا الحوش تحت هذا التسمية لسنوات عديدة، يعني حتى يعني أسست المدينة أثناء المرحلة الكولونيالية. يعني نذكروا أنه مدينة زيرالدا أسست سنة 1844، مثل مدينة مثلا الحراش أو اللي كانت تعرف في القديم تحت اسم ميزون كاري. إذن مدينة زيرالدا أسست كبلدية قلنا سنة 1844،
وكانت يعني في الأول تابعة لمدينة أو مقاطعة القليعة، ثم تغيرت الأمور وأصبحت تابعة لمقاطعة شراقة، يعني كانت تابعة لمدينة شراقة لسنوات عديدة، ثم تغيرت الأمور وأصبحت تابعة لسطوالي، يعني في آخر المطاف كانت تابعة لسطوالي، وفي حوالي بداية القرن العشرين أصبحت يعني بلدية مستقلة، يعني أصبحت بلدية زيرالدا بلدية مستقلة، يعني دون أن تكون تابعة لأي بلدية أخرى. هذا فيما يخص المرحلة الإدارية اللي مرت بها بلدية زيرالدا. نذكر كذلك أن بلدية زيرالدا أو زيرالدا يعني كانت محطة رومانية. لماذا محطة رومانية؟ لأنها كانت تحتوي على حمام روماني أثناء المرحلة الرومانية، كانت تحتوي على حمام روماني. ونذكر أن الإمبراطورية الرومانية كانت عندها يعني محطات في مختلف أرجاء الجزائر، خاصة في الجزائر العاصمة وضواحيها مثل بان روما اللي يعرفوها الجزائريون تحت اسم الحمامات الرومانية، يعني بان روما اللي هي مدينة في ضاحية الجزائر غرب الجزائر العاصمة، مثل زيرالدا اللي كانت محطة حمام. هذه جولة خاطفة فيما يخص تاريخ هذه المدينة، يعني الوجود تاعها، يعني كيفاش كانت في المرحلة الرومانية، يعني عبارة عن حمام، وكيفاش كانت في المرحلة العثمانية، يعني عبارة عن حوش محمد خوجة، اللي راحين نشوفوا كيفاش تغير هذا الحوش، لأنه في مرحلة الاحتلال تم احتجاز هذا الحوش من قبل السلطات الفرنسية أو السلطات الاستعمار. أنت أستاذ أحمد كريم لاباش، في المرحلة العثمانية قلنا أنه هذا المكان كان تحت تسمية حوش محمد خوجة، اللي قلنا كان سكرتير داي 1827 حتى أسست المدينة، هذا في الفترة العثمانية. ومن بعد تغيرت، يعني تغيرت تسمية هذا المكان في المرحلة الاستعمارية. نعم تغير الاسم تحت المدينة في مرحلة الاحتلال، لم يصبح يعني لم تصبح معروفة بحوش خوجة، ولكن تحت تسمية زيرالدا. زيرالدا اللي هي قلنا أنها مدينة ساحلية بامتياز، تتميز بشواطئها الطويلة، عندها شواطئ طويلة تستقطب عدد هائل من السياح أثناء العطل الصيفية، فيها كذلك مناظر جد خلابة مدام عندها يعني شريط طويل تاع جهة البحر. هذه هي المدينة اللي تقع غرب الجزائر العاصمة، يعني هي آخر البلديات فيما يخص ولاية الجزائر العاصمة، يعني من بعد زيرالدا يعني مباشرة، لأنه يحدها واد مزفران. واد مزفران اللي هو أحد الأودية اللي معروفة في الساحل العاصمي، وهي آخر بلدية، يعني من بعد زيرالدا تبدأ بلدية دواودا وندخلوا في ولاية تيبازا. نعم أستاذ أحمد كريم لاباش، ظهرت هذه المدينة في الماضي أنها كانت مدينة وين تنظم فيها الوعادي في جو احتفالي، وهذا يعني كل عام بعد نهاية المواسم الفلاحية. نعم اشتهرت بلدية زيرالدا بهذا الاحتفالات اللي كانت تنظم في هذا المكان، يعني في زيرالدا، ونذكروا أنه الاسم تاعها مستوحى من هذا الحفلات اللي أو هذا الوعدات اللي كانت تنظم في هذاك المكان، يعني كي نقولوا وعدة في أماكن أخرى يقولوا تويزة، وهي الوعدة هذه تنظم في نهاية المواسم الفلاحية أو في أعياد دينية، وعادة ما تنظم هذه الحفلات يعني حول قبة أو قبة يعني ولي صالح أو زاوية. كانت مشهورة كذلك زيرالدا في هذه المرحلة، يعني مرحلة طويلة كانت تنظم فيها هذه الحفلات، وكانوا يديروا كذلك ألعاب الفانتازيا، يعني عروض
يقدمها الفرسان بلباس تقليدي ويحضر فيها كذلك فرق الفولكلور يقدموا العروض بالطبل والرقص وكذلك تقدم فيها الأطباق تاع الأكل خاصة الطبق الجزائري المشهور ألا هو الكسكس بالكسكسي باللحم الخروف أو الدجاج وكان هذا الشيء يعني يمنح فرصة للمعوزين يعني باش يأكلوا وكانت هذه المنطقة اشتهرت كثير بهذا الأمور يعني بتنظيم هذه الحفلات أو الزردات هذو ولذلك ظهرت كلمة زرالدا يعني جاية أو جاية من كلمة زردة زردة يعني, نعم. يعني زيرالدا بكري أيضا كانوا يعيطوا لها زرالدا جو ما يقولوش زيرالدا دونك كاين زيرالدا وكاين الناس اللي تقول زرالدا نعم. يعني كاين تسميات على حسب تختلف زردة. لكن البعد تاعها أو المصدر تاعها هو نفسه يعني دائما يرجع إلى أنها مستوحاة من كلمة زردة يعني وين يكون يعني الحفلة اللي تقدم فيها يعني الطعام الوافر والحفلة كما نقوله يعني كانت تنظم كثير هذه الأمور في هذه المدينة يعني في جو احتفالي حضروا فيه جمهور كثير وكذلك حول كما قلت زاوية أو اللي نظموا هذا الحفل هما الأشخاص اللي يكونوا تابعين لهذيك الزاوية تابعين الوالي الصالح هذه هي أصل التسمية تاع مدينة زيرالدا أستاذ أحمد كريم لباش وكل مستمعنا الكرام فاصل ونواصل مستمعينا الكرام مساء الخير عليكم نعود نرحب بكم مازالكم دائما معنا في حصتكم حكاية مكان ولهذا وين التحق بنا المكان اللي اخترناه اليوم هي مدينة تقع غرب الجزائر العاصمة تقع في إقليم يعرف بأوطان بن خليل تكلمنا على هذا المكان في المرحلة العثمانية وقلنا أنه في المرحلة العثمانية كان تحت اسم حوش محمد خوجة ومحمد خوجة كان سكرتير الداي إلى غاية 1827 حتى تأسست المدينة في المرحلة الاستعمارية وتأسست كبلدية سنة 1844 أستاذ أحمد كريم لاباش كنا تكلمنا على المراحل اللي مرت بهم هاد المدينة في المرحلة الرومانية كانت عبارة عن حمام أستاذ أحمد كريم لاباش نقول أنه تشتهر زيرالدا بغابة وهذه الغابة واسمها غابة واد العقار يعني يقولوا تسمية يعني أصل تسمية تاع واد العقار نعم تشتهر مدينة زيرالدا بغابة واد العقار يعني في الحقيقة أنه المدينة هذه تشتهر بالولي الصالح سيدي محمد لاغا اللي هو أعطى الاسم تاعو للواد اللي مر من هذاك المكان يعني حتى الواد أصبح يحمل اسم هذا الولي الصالح يسمى هذا الواد بواد سيدي محمد لاغا كذلك راح نشوفوا كيفاش حتى تغير اسم هذا الواد والغابة وأصبح يدعى واد أو غابة العقار نذكروا الإخوة المستمعين أن كلمة العقار هي جمع لكلمة عاقر أو عاقر باللغة العامية يعني المرأة التي لا تنجب واد العقار نسبة لهذه النساء اللي كانوا يروحوا لهذا الولي الصالح اللي موجود في هذه الغابة الغابة هذه اللي قلنا خذت شهرة كبيرة نذكروا أنه هذه الغابة الأصل تحها هي بساتين الحمضيات اللي كانت مغروسة في هذاك المكان يعني قبل أن تصبح غابة مثل ما هي عليه الآن كانت عبارة عن بساتين حمضيات على البرتقال والليمون وكان الجاسوس اللي اشتهر سنة 1808
اللي بعثوا نابليون الأول باش يتجسس على إيالة الجزائر حتى يعطيهم يعني معلومات عن إيالة الجزائر باش يقودوا الحملة حمضة الجزائر سنة 1830. كان قام هذا الجاسوس كولونيل بوتان العقيد بوتان سنة 1808 بعد أمر من نابليون الأول بعملية جوسسة، وكان ذكر أنه هذه المنطقة تاع زيرالدا وسطاولي كانت كلها مغروسة ببساتين الليمون والبرتقال، يعني بساتين الحمضيات. اليوم هذه المنطقة راهي كلها عبارة عن غابة كبيرة موجود فيها يعني أشجار من فيها أنواع كثيرة من الأشجار. قلت أنه النساء كانت تنتقل إلى هذه الغابة هذه، لماذا؟ لأنه كان يوجد فيها يعني قبة سيدي محمد لغا. قبة سيدي محمد لغا اللي في الحقيقة ما زالت موجودة لحد الآن في وسط الغابة، يعني عندها تاريخ يعود تقريبا لحوالي 400 سنة. وكانوا هذ النساء ينتقلوا، يقولوا لهم هذ النساء العقار، يعني جمع كلمة عاقر كما قلنا، باش يطلبوا البركة من هذا الولي الصالح حتى يصبحوا يعني ينجبوا ذرية. ولذلك اشتهرت هذ المنطقة بواد العقار نسبة لهذ النساء اللي كانوا يقوموا بالزيارات تاعهم لهذا الولي الصالح اللي هو سيدي محمد لغا، واللي القبة تاعو مازالت موجودة لحد الآن. وهذه الغابة هذه أخذت شهرة كبيرة وأصبحت عندها مساحة على الإقليم تاعها يعني كبير جدا، يغطي حوالي 5 بلديات، نذكر منها بلدية زيرالدا، بلدية سطاولي، المعالمة، الرحمانية وسويدانية، يعني 5 بلديات كاملة. والقسم الكبير من هذا الغابة يعني تابع البلدية زيرالدا. قلنا أنه الغابة هذه كانت تمر في وسطها يعني طريق روماني، وكذلك الواد اللي خدا اسم واد الوالي الصالح محمد لغا، ثم تغير وأصبح يدعى بواد مثله مثل الغابة، أصبح يدعى نسبة لهذوك النساء يعني العاقرات، يعني اسم غابة أو واد العقار. نذكروا أنه الواد هذا لما يصب في البحر من جهة زيرالدا وسطاولي في واحد الواد ومنخفض للأرض، يعني واد كبير يدعى في المرحلة الكولونيالية بواد اللصوص أو لغافان دي فولوغ، يعني بين بلدية سطاولي وبلدية زيرالدا. كذلك الغابة هذه ضم واحد الأضرحة تاع أولياء صالحين راح نتكلم عليهم فيما بعد، هما لأولياء الصالحين معروفين. أستاذ أحمد كريم لاباش وكل مستمعنا الكرام، نكملوا الحديث ديالنا ولكن بعد هذا الفاصل. مستمعنا الكرام، ما زالكم دائما معنا في حصتكم حكاية مكان، ولهذا وين التحق بنا المكان اللي اخترناه اليوم يتموقع بغرب الجزائر العاصمة وهي مدينة زيرالدا. تكلمنا في الماضي أنها كانت مدينة في المرحلة العثمانية كانت تسمى بحوش محمد خوجة، من بعد تأسست هذه البلدية سنة 1844. تكلمنا أيضا أستاذ أحمد كريم لاباش أنه هذا التسمية تاع زيرالدا جات من كلمة زردة، لأنهم كانوا هذاك الوقت ينظموا عادي يعني في جو احتفالي، وهذا كان بعد نهاية المواسم الفلاحية. أستاذ أحمد كريم لاباش، قبل الفاصل كنا تكلمنا على واد العقار، وقلنا التسمية ديالو جات نسبة يعني النساء اللي كانوا ما ينجبوش هذاك الوقت، وكانت أيضا تحت تسمية واد سيدي محمد الأغا. أستاذ أحمد كريم لاباش، هذا المكان يعرف أيضا بالغابة، وين يعني هذه الغابة تضم ضريح سيدي فرج
وضريح غوش. غوش اللي نقولوا أنه ذو الأصول الإسبانية. نعم، اشتهرت الغابة، يعني ما زالت مشهورة لحد الآن بالثروة الغابية تاعها، بالحيوانات المفترسة اللي كانت موجودة فيها في القديم، ومشهورة كما تفضلتي وقلتي بأضرحة اثنين من الأولياء الصالحين اللي هما سيدي فرج وكذلك رفيقه ذو الأصول الإسبانية سيدي روش. في سنة 1847 في 16 جوان قامت السلطات الفرنسية بنقل رفات هذ الأولياء الصالحين الاثنين اللي ذكرناهم من شبه جزيرة سيدي فرج. يعني الأولياء الصالحين كانوا مدفونين في شبه جزيرة سيدي فرج منذ حوالي 4 قرون، وباش يعني تمحي هذا التاريخ وباش تنحي هذوك الزيارات، توضع يعني حد لهذوك الزيارات تاع السكان المنطقة اللي كانوا يروحوا يزوروا هذو الأضرحة تاع الأولياء الصالحين في شبه جزيرة سيدي فرج. نذكروا أنه شبه جزيرة سيدي فرج كان فيها مسجد كبير موجود فوق واحد التلة اللي موجودة فيها الآن، يعني الكازيف اللي تنظم فيه الحفلات الصيفية الآن. هذا التلة هذه اللي كانت موجودة في هذاك المكان كان موجود فيها المسجد الكبير تاع سيدي فرج، وكذلك فيها الأضرحة تاع هذا الأولياء الصالحين سيدي فرج وكذلك رفيقه سيدي روش. وكانت صارت واحد الحكاية بينهم، يعني بين سيدي فرج وسيدي روش، باش يصبحوا أصدقاء أوفياء لبعضهم البعض، لدرجة أنهم لما توفوا دفنوهم مع بعضهم. الأسطورة تقول أنه سيدي روش كان على متن باخرة وقام بقرصنة الولي صالح سيدي فرج، يعني قبل ما يتعرف به قام بقرصنة هذا الولي الصالح. ولما صعد سيدي فرج في الباخرة تاع هذا القرصان الإسباني يعني باش يديه السوق العبيد في إسبانيا باش يبيعوا، هذيك السفينة ما تنقلتش، يعني توقفت في عرض البحر وأصبحت لا تبحر، يعني ما تمكنوش باش يبحروا، يعني قعدت حابسة في مكانها. فطلب هذاك القرصان اللي من بعد أصبح معروف بكلمة تحت تسمية سيدي روش، طلب من سيدي فرج يعني علاش الباخرة ما يشط بحر، قال له لأنك راك قمت بقرصنة ولي صالح وهذا من غضب الله، يعني غضب عليك ربي ولازم يعني تعود ترجعني في المكان تاعي. باش رجعوا يعني نزلوا من الباخرة، ورغم أنه نزلوا من الباخرة لم تبحر الباخرة، عاود رجع لسيدي فرج قال له أني نزلتك والباخرة هي قعدت في مكانها، قال له لأني نسيت لي بابوش تاعي الصباط تاعي في الباخرة، حتى عطى له الصباط تاعه لي بابوش هذوك باش أبحرت. ولذلك سيدي روش بعد هذه الحادثة اعتنق الإسلام وأصبح صديق وفي لسيدي فرج، ونهار توفى ودفنه في ذاك المكان. وفي 16 جوان 1847 تم نقل رفاتهم الغابة تاع سيدي محمد لاغا، يعني في واد العكار في مدينة بلدية زيرالدا. وما زال لحد الآن أضرحة الثلاث موجودين يعني في غابة واد العكار. يعني عندنا ضريح سيدي محمد لاغا اللي هو الأول اللي كان ثم، وكاين على بعد 2 أو 3 نوجود ضريحي سيدي روش ذو الأصول الإسبانية، وكذلك القبة تاع سيدي فرج، يعني متواجدين إلى يومنا هذا. ونذكروا كذلك أن هذه الغابة هذه في القديم اشتهرت بالحيوانات المفترسة. تقول واحد الجرائد الفرنسية أنذاك أنه صرات واحد الحادثة في ذاك المكان، كان واحد الشيخ يمتطي الحيوان تاعه الحمار تاعه الدبة تاعه أنذاك، وتم مهاجمته من واحد البونتير يعني حيوان مفترس أنذاك. صارت هذه الحادثة في حوالي سنة 1848، وقام هذاك الحيوان بأكل هذاك الشيخ يعني كلاه. ومن بعد لما قاموا بالتفتيش يعني والبحث لم يجدوا غير الأيدي والأرجل، يعني باش تشوف يعني كيفاش كانت هذه المنطقة الغابة يعني كانت ضم حيوانات مفترسة
في التارسة والغابة اليوم راهي يعني تحولت، يعني نقولوا أنه الغابة هذاك الوقت يعني كانت مليئة بالحيوانات المفترسة، ولكن اليوم غابة زيرالدا ولات حاضرة الصيد، ولات نقولوا متحف صغير للحيوانات. نعم، تغيرت الأمور وأصبحت فيها يعني الأمن والأمان، وممكن لأي شخص يروح ينتقل لهذه المنطقة يعني بالعائلات والأطفال ويروحوا يزوروا مكا حتى حيوان مفترس، يعني ما يخافوش نرشدوهم يعني باش يروحوا. يعني هذه كانت حكاية من الماضي، يعني صارت بكري عندها أكثر من قرنين أو قرن ونصف. الحظيرة هذه تاع الصيد يمكن زيارتها من قبل العائلات، يوجد فيها مهندسين يرشدوا المواطنين يعني باش يحوسوا بهم ولا يرشدوهم على الأمكنة، على النباتات الموجودة هناك، كذلك على الطيور اللي ربيوها. يعني الهدف تاع هذا حظيرة الصيد هو محافظة على تكاثر الطيور، وكذلك المحافظة على البيئة اللي تعيش فيها الطيور، يرسخوا يعني الثقافة البيئية لدى الأطفال. نعم. يعني للصغار وللكبار أيضا. نعم، المحافظة على تكاثر الطيور، محافظة على البيئة اللي تعيش فيها الطيور، كذلك المحافظة على النباتات. أستاذ حمد كريم، لا باش نقطع كلامك، هاد الحظيرة معروفة أيضا بواحد الطير. نعم، يحبوا كامل ياكلوه. يحبوا كامل ياكلوه، هو طير السمان باللغة الفرنسية ليكاي. ليكاي يعني حتى يمكن اقتناء هذا النوع من الطيور في الغابة يعني بأسعار جد معقولة. ممكن مشاهدة طيور الحجل كذلك، يعني فيها أنواع من الطيور كثيرة، وكاين أنواع من الحيوانات الصغيرة مثل الثعلب بالذئب كذلك. فيها واحد المتحف صغير، يعني تدخلي في هذاك المتحف الصغير يعني وكأنك درتي قفزة للخلف في التاريخ، يعني للماضي. تشوفي هذوك الحيوانات محنطة، الأجسام تاعها محنطة، ممكن مشاهدة الثعلب اللي كان يعيش ثم الذئب، تشوفي يعني كامل الحيوانات اللي كانوا عايشين في هذاك الوقت في هذاك المكان، في هذاك المكان، في هذاك الغابة اللي عندها أجسام صغيرة. وكذلك كاين لوسير، واحد الحيوانات ضخمة، يعني هي نشوفوا الهياكل تاعها. يعني هذه الحظيرة تضم أمور مهمة جدا للناس، يعني الأشخاص اللي تكون عندهم هكا الفضول ولا لا كيوريوزيتي باش يروحوا يشوفوا هذه الأمور. هي تقريبا أظن كل أيام الأسبوع يعني، وكنت شفت في موقع رسمي للحظيرة أنهم يستقبلوا عدد هائل من المواطنين، حوالي 1000 زائر سنويا. إذن الحظيرة هذه حظيرة الصيد يعني موجودة في المخرج تاع مدينة زيرالدا باتجاه بلدية المعالمة، يعني حوالي كيلومتر أو اثنين فقط في الخرجة تاع زيرالدا، ممكن لأي شخص ينتقل. كرام، ما زالكم دائما معنا في حصتكم حكاية مكان، ولهذا وين التحق بنا المكان اللي اخترناه اليوم يتموقع بغرب الجزائر العاصمة وهي مدينة زيرالدا. هذه المدينة السياحية بامتياز اللي قلنا تشتهر بغابة واد العقار، وتكلمنا على أصل تسمية واد العقار. وأيضا قبل الفاصل أستاذ حمد كريم لاباش كنا نتكلم على الغابة اللي تضم حظيرة الصيد ومتحف صغير للحيوانات. هذا الحظيرة الجميلة اللي قلنا تضم عدد هائل من النباتات، أنواع كثيرة من النباتات، كذلك أنواع عديدة من الطيور. ونذكروا كذلك أنه هذا المكان تاع هذه الغابة هذه أنها تتميز بالبحيرة الكبيرة تاعها، كاين أنلاك. كذلك ممكن نرجع شوية للخلف
سنوات الاحتلال كانت تشتهر هذه الحظيرة بواحد المكان لتربية الطير النعام. كانت فيها نوتخوشخي تاعي ربي فيها لزوتخوش طير النعام، وكان كان هذا الطير النعام هذا يستفادوا منه يعني في الريش تاعه، لأنه الريش تاعه هذاك الوقت كان يصدر إلى الخارج، وكان الريش هذا يستعمل للتزيين التزيين في الملابس آنذاك والشابو لي شابو. كنا شاهدنا هذا الأمر هذا يعني في أفلام عديدة، يعني تشوف الممثلين يوضعوا قبعات فيها مزينة بالريش، وكان هذا الريش هذا يصدر حتى لأستراليا. فقط أنه الريش هذا كان ينزع بطريقة يعني ضرب الحيوان. كانت ذاك أنا ذاك يستعملوا لتكنيك دارا شاش يعني اللي كانت مؤلمة نوعا مع الحيوان، وكانت الحيوان هذا يعني الطير النعام يمد البيض.